بوزارة الداخلية تم اليوم تقديم الدراسة التي أنجزتها إحدى المؤسسات الدولية المحايدة في تقييمها لحصيلة نتائج برنامج تحدي الألفية على مدى 5 سنوات. وقد أكدت الدراسة على التدبير الجيد الذي واكب تنفيذ البرنامج ونتائج المرضية والجيدة التي خلفها الإنجاز المحكم للمشاريع المبرمجة في إطاره والتي تم تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عبد الحي البقالي، عبد العلي عيات. أبانت الدراسة التقييمية لبرنامج تحدي الألفية المنجزة من قبل إحدى المؤسسات المختصة المحايدة عن نتائج مرضية خلال 5 سنوات، إذ مكنت من خلق أنشطة مدرة للدخل ساعدت المنتفعين على تعزيز قدراتهم وتقوية التدبير الأمثل لأنشطتهم في ميادين الفلاحة والحرف التقليدية والمقاولات الصغرى. اليوم تحققت العديد من المشاريع التي مولها برنامج تحدي الألفية بتعاون مع المغرب إلى حدود سبتمبر الماضي. مجمل الأنشطة توخت القضاء على الفقر، خلق فرص للعمل، وتعميم إمكانية الاشتغال الذاتي على عموم المغاربة. وعموما فالنتائج كانت جد جيدة. And I think the results have been very, very good. العملية التي كان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا أساسيا فيها ساهمت في تشجيع التشغيل الذاتي ضمن مقاربة تشاركية مندمجة مكملة للمشاريع القطاعية الحكومية بغية دعم الخدمات المالية لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعيين. تبين بأن هناك الحمد لله واحد نتائج اللي هي جد إيجابية فيما يخص أولا تحسين ظروف عيش المستفيدين من هذا البرنامج، بحيث هاد الناس شافوا بأن المدخول ديالهم زاد ب 78%. كذلك الديموما تاع هاد الأنشطة المديرة للداخل عندها واحد الديموما تاع 99%، فهذا المهم جد إيجابي. من 2005 إلى الآن عندنا 5800 أنشطة مديرة للداخل. لقى البرنامج نجاحا باهرا ليس فقط في رأيي أنا وحدي، ولكن في رأي مؤسسة تحدي الألفية. وكما تعلمون في خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس كان هنالك حديثا بينه وبين الرئيس أوباما عن برنامج تحدي الألفية في المغرب ونجاحه. وبالنظر للنتائج الإيجابية التي أكدتها الدراسة المنجزة حول برنامج تحدي الألفية وما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تشجيع للتشغيل الذاتي وبروز مقاولين جدد وتحريك لعجلة الاقتصاد، فإن كافة المؤشرات تؤكد على ترشيح المغرب للاستفادة من برنامج جديد لتحدي الألفية.